مشاهدتنا تقول تقول لك انه هي متزوجه، وبعد ما تزوجت وقفت تعليمها، يعني طلعت من الدراسه، وهسه تحاول تقنع رجلها انها ترجع للدراسه لكنه رافض انها تكمل دراستها. شنو تسوي؟ اقول زوجها الكاميرتك. انا اتكلم مع زوجها اقول له خاله ليش الترافض؟ بالعكس انت المفروض تفرح، قدر وقيمة زوجتك إذا أخذ الشهادة عالية، فأنت المفروض أنت تشجعها وتقول لها أنا سندك وأنا ظهرك. لا بالعكس عيني، أنت المفروض تشجعها، وهي تريد عندها واس تريد تكمل، أخاف عندها رضيع وعلى مود طفلها. لا هي أكيد ما راح تعوف ابنها، بس لا تفرط بزوجها. لا أنا أقول هسألها هسا الحكي إلك حبيبتي خالة، ما تفرطين بزوجك، حاولي تقنعيه، حاولي قدر المستطاع بشطارتك تقنعيه، وإن شاء الله يقتنع، وماكو واحد ما يريد مرته تكون على مستوى عالي من الثقافة. سأدي بشوفك المرة ممكن تتطلق، تطلب الطلاق بأي حالة؟ إذا أكثر من مرة خان هالرجل، إذا خان مرة وحدة، وترى ماكو رجال ما يضعف أمام النساء، بس إذا كررها مرة ثانية لا من حقها تطلب الطلاق، لأن قطع فرصة ولو أكو ما ينطوف فرصة، إذا خانها مرة بعد ما ترجع. أنت خانيتي؟ يعني؟ خانيتي أنت؟ أبداً لا ما عرفتي أبداً يمكن. مستحيل كان الله يرحمه يحبني ويقدرني ويحترمني يقول لي أنت مدى تطين مجال أخونك، لأنهم شبعتني من كل شيء، خلق وجمال وتصرفات وحنية وطيبة، أشوف بيك أمي وأختي وزوجتي. المرة لازم تكون هيك مع زوجها، أمه وأخته وزوجته، هيك لازم تحسسه حتى لا يباوع برا، لا يباوع على غيرها.